كنت قد ألفت كتيبا أسميته عائشة أم المؤمنين، حياتها في صفحات. نعم، دافعت عن الحقيقة. نعم، ورددت على كلام غربيين يقولون كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هواية أنه يتزوج الفتيات الصغيرات، هذا عبارة عن مرض نفسي مدري شو. نعم، باري عز وجل أجرى قلمي وله الفضل والمنة في هذا. لي ابنة تعيش مع زوجها في الرياض، لا علم لها بهذا الكتاب قط. حديث العهد كان كتاب الصدور، لم ينشر بعد تماما. حديث العهد، اتصلت بي عن طريق الهاتف وقالت رأيت رؤيا، طرق الباب عندنا فهرعت إلى الباب لأفتحه، وإذا بامرأة دخلت وقالت أنا عائشة أم المؤمنين، جئت أشكر أباك. سجدت شكرا لله. نعم، ما العبرة التي من أجلها أخبرتكم بهذا الموضوع؟ العبرة أن نشكر الله عز وجل على هذا اليقين الذي نتمتع به، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن لم يجعل سبيلا إلى قلوبنا من كلام المنافقين وأضرابهم وعبيدهم. نعم، أحمد الله، وينبغي أن نحمد الله عز وجل على نعمة اليقين، الحب الصادق بعد الإيمان العقلاني بالله عز وجل هو الذي ينجينا من سائر الآفات.